طبعا لك غصون، تروحين لام خالد وتبلغينها سلامي الحار. اي الله يرحمها، الله يرحمها ان شاء الله. لا تحاتين، لا تخافين، راح اوصل لها السلام برسم الختمه. اوكي ابتسام، شنو ناقصها؟ لا مو ناقصها شيء، بس انا قلبي فز حق وحده ثانيه. لا فهد، انت لازم تعيد النظر، ابتسام تستحق الحب والاهتمام اكثر من اي حد ثاني. حرامك يا بنت الحلال، نعمه فضيله، سنش عندك، اكلي وتحملي ربك. الحمد لله رب العالمين. يعني خلى سمعتها مو زينه بالوزاره والكل يتحج عنها، وطلقها ريلها واخذ عيالها منها، عشان كذي قاعده اقول لك انا الحمد لله والشكر حالي وايد احسن من ناس وايد. سلام، بس بغيت احط مشاري بغرفته. يا هلا والله يا حلو، من هذا؟ هذا ولدي حسن. ولدك؟ اي الله يخليه ان شاء الله. تفضل اشتروا اللي تبونه. انا ميت يوع. اي ولا انا كلش هاي. انا حتى عيون ما ترايقت. يلا سم سن وريلك، قصدي طليقك. قطني على طول، ما سمعني. شاهين؟ اي شاهين، تتوقع ان شنو مشاعري بالنسبه له عقب ما دمر حياتي؟ انا كل يوم الوم نفسي واقول يا ريتني ما رديت على هالواتساب. زين وانا؟ بدري انت، انت ما تدرين ايش حسيت فيه لما سمعت سالفه طلاقك. حسيت اني انخدعت، بس لما شفتك وقعدت معك وكلمتك شفت الندم بعيونك، عرفت ان حكمه فيك كان صح 100%. بدري كلنا نغلط، ماكو احد بالدنيا ما يغلط، بس مين يسامح؟ في احد يسامح بهالزمن؟ ادري حاس فيك، حاس بالحزن والالم والندم اللي تحسين فيه، حاس فيه. سامحيني، سامحيني، سامحيني اني انا حكمت عليك من غير ما اسمعك. انا اسف. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله. هلا هلا ابو عبد الله. هلا حبيبتي، شلونك؟ الحمد لله. اخبارك؟ الله بخير حبيبتي. هلا والله، شلونك؟ هلا يا عمري، عساك طيبه. ولهت عليكم. هلا حبيبتي. هلا هلا يا عمري، حياتي. شوفي ولهنا عليك يا بعد قلبي، وينك؟ انا كاني اشتقت لكم يا تشوفكم يا بعد قلبي حبيبتي. طبعا هذا الاستاذ خالد اللي يشتغل الحين مكانك. هلا وسهلا. هلا فيك، هلا مرحبا. وهذه ابتسام اللي كانت مكانك قبل ما غصون تتسبب في فصلها من الوزارة. توك جديد لحين ما عرفت غصون على حقيقتها.
الصاير؟ ايش هالهذرة؟ ايش فيكم؟ ايش عندكم؟ اه هذه انت هني؟ ايه انا هني. جاي اشوف البنات واسال عن اخبارهم. اخبارهم؟ ما في داعي تضيعين الوقت. وقتنا ثمين بالوزارة ونبي نشتغل. انا اعطيك اخبارهم واحدة واحدة. هذه روانو على حطة يدينك ما تغيرت. الأم البائسة العازبة اللي عندها ولدها بس وريلها راح وما رد بعد. هدها مرة واحدة. وهذه المطلقة ريلها طلقها وأخذ منها عيالها لأنها ما تستاهل تكون أم. وقطعة الشطرنج هذه مثل ما هي ما تغيرت. تاكل وتسمن، تاكل وتسمن لين ما شلل السكر عندها ولا هي راضية تغير عادتها. بصون ترى هذه مو طريقة تحاكين فيها موظفات عندك. أنت نفسك ترضين أحد يحاكيك بهالطريقة؟ ترضين؟ من يقول لك؟ من يقول لك هذول ما يتحجون فيني؟ اللي فيني واللي مو فيني بس من ورا ظهري. أنا أستأذن عن إذنكم. لا لحظة لحظة حبيبتي. لحظة وين رايحة؟ أنا بعدني ما قلت لهم أخبارك. ذاك اليوم أنا شايفتك بالسيارة مع واحد. يا ترى تزوجتوا ولا بس دوارة بالسيارة بس؟ ها؟ شفتوا؟ ولا واحدة فيهم التحجة. تدري ليش؟ لأن كل الكلام اللي قلته عنهم حقيقة صج. ما علي أنا شوية صريحة بس كلامي يعور. أنت لي الحين ما عرفت شيء. لي الحين شو اللي خليكم تصبرون على الحال هذا؟ هذا شيء مجنون. هذا شو أنتوا راضين؟ قودة ولئيمة. أوه. شلون متحملين هالوضع؟ مستحيل. أنا عيست أفهمها ولا لقيت لها عذر. لا وتسمي نفسها صريحة. يعني أنا لما أقول عنها الآنس الجيكرة اللي ما تستحي على وجهها أكون صريحة بعد. غصوان غصوان غصوان. ما توقعت كل هذا. كلش كلش. زي الأوعية الدموية المنتشرة على الجانب الخارجي مع عضلة القلب. إلهام خليكي معايا بسرعة. وظيفة توصيل الدم إلى القلب. ها بدرية. هلا. سارتش لحين بالقراج؟ اي والله باكر قالوا يطلعونها ان شاء الله. ليش باكر؟ تعال تعال ودك. اي يلا اوكي. عيل مع السلامة. سلام.
السلام عليكم. عليكم السلام، هلا استاذ روان. شلونك؟ عساك بخير. الحمد لله تمام. ما ادري، احسك متغير او متضايق من شيء. متضايق؟ لا متضايق ولا شيء، عادي. انا رجعت عقب هذاك اليوم بس عشان كنت حطيت لك عذر. ما ادري، قلت يمكن انت متضايق من الشغل او غيره، بس الحين خلاص انا فهمت. تأكدت. مع السلامة. هذا اللي قلت لك عنه اول. اي حلوه ولا؟ بس غير هذه، غير الثانيه. لان هذه اول، هذه قبلها بشويه. اوكي. هلا استاذه. ابيك بمكتبي. ان شاء الله. الله يستر. تفضل وسك الباب. ان شاء الله. اشوفك ما اهتميت لكلامي عن بدرية وسمعتها بالوزارة. لا بالعكس، اهتميت. اهتميت لدرجة اني قعدت مع المرأة وسولفت معاها وفهمت منها الموضوع من الأول إلى الآخر. وين قعدت معاها بالوزارة؟ كافيه. وشون أقنعتك ببراءتها؟ غصون. غصون كل إنسان يغلط ترى، ها؟ أكو واحد ما يغلط؟ ما هو في ناس يغلطون كل يوم. وبعدين لا تنسين هذه زميلتكم في العمل، يعني المفروض كلنا نوقف يمها، نساعدها، نشوفها إذا زعلانة، إذا متضايقة. وبعدين البنية، البنية بنت ناس، إيش دعوة؟ أوكي، أوكي. تفضل خالد. مشكور، تفضل. أوكي. إذا ما عفستكم ما كنا نغصون. ألو. ألو فواز. هلا غصون، إيش تبين؟ أنا عرفت منو شاهين. إيه؟ منو طلع شاهين؟ أنا برا مكتبك، إذا تبي تشوفني يطلع لي برا. يلا أوكي أوكي ماشي، طالع لك يلا. تفضل أخ فواز، هذه العناوين اللي كانت تندز منها الرسائل. وجهتك على اليمين، وجهتك على اليمين. السلام عليكم. السلام ورحمة. يعطيك العافية. عافيك رب. ما أدري أخوي، مو هذا بيت شاهين ولا هذا؟ لا أخوي، لا هذا بيت أستاذ غصون. بيت غصون؟ نعم. هي الظاهر شاهين أخوها، عندها أخوي؟ لا ما عندها أحد، بروحها. ما عندها أخوان؟ لا تأكد؟ أكيد 100%. هي الظاهر أنا مضيع أخوي، مضيع. سامحني. حياك الله حبيبي. عزيز حياك الله. خير، ايش تبين؟ ترى انا عرفت منو شاهين. ومنو شاهين؟ هذا موظف جديد عندنا بالدوام اسمه خالد. وش يطلع هذا خالد؟ خالد هذا توه متوظف عندنا، وهي وياه خذوا على بعض بسرعه وقاموا يروحون ويردون مع بعض بالسياره وانا شفتهم. شنو؟ اي
حتى هو بنفسه قال لي إنه هو تلاقوا بالكافيه وقاموا كله يروحون ويردون، حتى أم بدرية وبدرية عرفوا وقاموا يروح لهم البيت وأخذ عليهم ورايح وراد عندهم. إيش قاعد تقولين؟ إيش قاعد تخربطين؟ والله هذا اللي قاعد أقول لك إياه، بس أنا من رأيي إنك بسرعة تلاحق عمرك وترجع زوجتك بدرية، وايد أبرك لك عشان اليهال. والله يا الدنيا وين كلامك؟ لا تخلي بنتك تتربى عندها وما أدري شنو. والله أنا الكلام هذا اللي قلت لك إياه يعني راجعت نفسي فيه. بصراحة أنا خايفة على عيالك من الضغوط النفسية، ما يصير باكر يكبرون ويقولون إن أمهم رايحة ورادة على كيفها، ترى مو زين لهم. واسمع نصيحتي. والله؟ يعني وإنتي؟ أنا شفنو؟ أنا شنو مستفيدة بالله هالشيء؟ ولا شيء، ترى ولا شيء مستفيدة، بالعكس أنا هي أكسرت خاطري لأنها مرة مثلي فحسيت فيها، بس هذه السالفة. زين شنو يأكد لي إن كلامك عدل؟ قاعد أقول لك رايحين ورادين مع بعض، رجعها أحسن. تدري ليش؟ لأنك إذا رجعتها تقدر التحكم فيها، حتى تقعدها من وظيفتها وتقفل عليها الباب، لا تروح ولا ترد. وإذا أنت مو مصدقني أنا بطرش لك العنوان وروح راقب وشوف بعيونك. السلام عليكم. وعبد الله. وي ابو عبد الله. هلا. يلا قوم قوم قوم. يا كريم ما شاء الله، ايش هالخير هذا كله؟ يا قريت الجمعيه. ايه؟ وشريت الحلويات اللي تحبها كلها. جبت لك الدونت وجبت لك المعجنات، كل شيء كل شيء، فطاير. اي جزاك الله. انواع الحلويات. اي جزاك الله. اي جزاك الله خير، انت مقصره. يلا خل اروح ابدل ويك. همي نفسك، تراني ماني ناطرك. ها ها لا تاكل، صبر صبر. ما اكل. صبر لنرجع. يقول مجاب الجيش ولا مجاب العيش؟ يا مجاب الجيش ومجاب العيش. منين فتيت هذا؟ وين فتيت؟ يا ايوا أيوة صدناه. يا سلام. حذرة بذرة اللي ربي يعد العشر الواحد. الو عذور شلونك يما؟ هلا يما احنا زينين. عيل مشاري ومبارك وينهم؟ بالصاله، انا الحين بداري. زين عذور جبتوا شهاداتكم؟ عذور وينك؟ هلا هلا يما معاك. جبتوا شهاداتكم؟ اي اليوم، بس انا. انت شنو؟ نازل مسوي دراسي. شنو؟ عذور ليش؟ انت مو وعدتيني تدرسين؟ يما انا مو بالبيت، اصلا مو قادره ادرس. لا عذور لا تدخلين هذا بذاك، هذا وانت العوده المفروض تعرفين تعتمدين على نفسك وتدرسين. عيل مبارك الصغير شو يسوي اصلا؟ حتى مبارك نازل مستوى بعد. عذور صوري شهاداتكم الحين وطرشيها لي، تفهمين؟ ان شاء الله. لكن في رايات تسلل. رايات تسلل لا. الكتالوني جوردي مسيح. ايش قاعد تسوي انتي؟ امي تبينا صور لها شهايدنا. اعطوكم شهايد؟ اي اليوم. وين اعطيني اياها؟ وانت وين شهادتك انت؟ ورقة حرة في الاسبوع الرابع ولا 30 كان فريق بلد الوليد في المركز 11، رونالدو جالس في مكان بلد الوليد. ايش حكيت ايش درجاتك انت؟ ايش الدرجات هذه؟ وانت بعد شنو الدرجات هذه؟ انا
ليش درجاتك نازله؟ ليش؟ هاك صوري حق امك خد تشوف من طصت شلون صاروا درجاتكم. ليش امي طلعت من البيت بمزاجها؟ يلا ظرفي يلا يلا سانش طويل بعد صاير يلا داخل يلا. اللي بيحصل للست الوالدة ده أمر طبيعي وده نتيجة إهمالها لارتفاع السكر وده بيسبب عندها حاجة اسمها اعتلال بالشبكية. شو يعني دكتور؟ شوف يا ست ارتفاع السكر في الدم ده بيأثر في الشبكية الدموية في العين وده ممكن مع المدى البعيد ممكن يعمل لها عنه. يعني شو الحل؟ يعني شو نسوي؟ شوفوا ما عنديش غير حل واحد بس وهي انها لازم تعمل عمليه بس بصراحه انا ما اضمنهاش 100% لان ده هياثر اكيد على النظر بتاعها مع الوقت بس هرجع واقول وازيد تاني لازم تحافظ على السكري بتاعها يبقى طبيعي 100%. مشكور خير ان شاء الله. شرفتوا. مشكور. يلا يما قومي 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 اعطيني دينك. امشي مشي.
صباح الخير. هلا حبيبتي، صباح النور. ادريا ايش فيك؟ لا مو واضح، واضح اكيد في شيء. تحكي. عيالي خالد عقب ما كانوا الاوائل بالمدرسه ودرجاتهم وايد زينه، امس مصوري لي شهادتهم عالدور ساقطه بمادتين ومبارك بماده. شوف نتيجة، شوف بنفسك. نتيجه طبيعيه يبا. شوف صوره شهادتهم، شوف قبل الشهور اللي طافت، شوف شلون كانوا زينين. اي مها ما شاء الله ما شاء الله، عصافير الكناري وايد مبكرين اليوم. انا متعود اي مبكر، احب ما احب الزحمه. وبعدين بدريه نفس الشيء. وبعدين استاذه ما له داعي للحكي الزايد هذا صراحه. صباح الخير. هلا 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 هلا. صباح النور. صباح النور. الله شنو هذا اللي بيدك؟ وعمري حسني هبل يبعد قلبي ينن. انا رسمت، ايش رايكم؟ تينن تهبل ما شاء الله. اللي اعرفه الناس ترسم ورده نحله ما ادري كيف. هذا طفل، والطفل عند امه احلى شيء بالدنيا كلها، لانه شوفه احلى شيء رسمته. ما ادري، انا اقول له راس ما بطه وايد احسن. لا يضيق خلقك، ها رسمه وايد حلوه. الله يحفظ ولدك لك. الحكي هذا اللي سمعتيه نسي. كلام خالد صح يمه، الصوره تهبل تينن. لا تضيقين خلقك حبيبتي، روحي اقعدي مكانك يمه. اصلا عادي انا تعودت عليها، هي عمرها ما قالت كلمه سنع. استريحي يا حبيبتي. Babe, why you never told me about your ex-relationship? Because I didn't had any relationship before. Really? You never had fiancé or lover? Never. You are the first and the last in my life. Thank you. Excuse me. It's okay. مشكورة يما حبيبتي، ما أحس نفسي مو طبيعية. عشان عشر؟ ما أدري. أحس بدوخة وقلبي يرقع وجسمي قوطر من العرق وعافيتي متكسرة. ما أدري إيش فيني يا أبو عبد الله. ما فيك إلا العافية. أنا أقول قومي ريحي، ارتاحي على عافيتك، حطي راسك ونامي. وراهنك بتقعدين الصبح فرس.
الزاقطين وترابسين. إن شاء الله تصبح على خير. وأنت من أهل الخير وسلامتك وما تشوفين شر، أجر وعافية إن شاء الله. الله يعافيك. تبين أوصلك؟ ها؟ يا كريم أنا. قولي يلا. يلا يلا قولي يلا والله ربك عينك يلا يا كريم يلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا الله سترك واستر من خلقك يا إلهي. يا الله صباح خير. مع عبد الله مع عبد الله مع عبد الله. يلا يلا هداك الله. أذن الفجر قوم صلي الصلاة على النبي. يلا يا عبد الله. يا ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. ألو سلاماتي وش صاير؟ ما كل خير ما كل خير يا أيوة. الحين انت اركب ويامك الاسعاف وانا بدل الهدوم واروح وياك. يلا يبا يلا يلا يبا. ما ادري ايش فيها تقولت علينا قعدت حق صلاه الفجر ما قامت ارفع ايدها خرجه دقيت على الاسعاف وياو جبناها والطبيب الحين عندها ولا الحين ما طلع ما قال لنا ايش فيها ما فيها لا حول الله ها دكتور بشر ما في داعي للقلق يا جماعه الوالده كانت بغيبوبه بسبب نوبه سكر الواضح انها ما استمعت لتعليمات الطبيب اي والله يا دكتور صار لها كم يوم تاكل اللي قدامها بايدها وريولها نهيناها ماكو فايده الله المستعان ان شاء الله على كل حال حالتها الان مستقره بامكانكم تشوفوها واهم شيء تديروا بالكم عليها بموضوع الاكل جزاك الله خير يا دكتور تفضل العافيه يما سلامات سلامات طيبة طيبة إن شاء الله أجر عافية الله يعافيكم شلونكم شلونك الحمد لله رب العالمين إيه لا تدرين صار فينا يا عقب طيحتك حبيبي والله بعد قلبي يما ليش سويت بعمرك كذي الدكتور يقول الغيبوبة اللي أنت فيها بسبب سكرك العالي
خلاص ما توبة. والله حتى لو أكلت خيار وخس هو اللي من اللي شفته اليوم. ما الله يحفظك يا مودي، مش فوق روسنا. الله لا يعيد الشر إن شاء الله. يما أبوي يحبك، كان يبكي مثل الياهل عليك. كم الله خيرك، شو هالحكي؟ شو هالخرابيط هذه؟ آسف آسف. يا بعد قلبي، الله لا يحرمني منك يا أبو عبد الله. ولا يحرمنا منك ومن وجودك. لكن البيض ظلم غيابك. إي والله.